عاصمة ثورة تشرين ومركز إشعاعها وخزانها البشري الأول، لا يختلف عراقيان يسمعان هذه الصفات على أن المقصود محافظة ذي قار وقلبها مدينة الناصرية. هتف باسمها جميع العراقيون وتضامنت معها كل المدن، وعلى الطرف المقابل استنفر أعداء الثورة ضدها وحشدوا لها وكادوا لمتظاهريها وناشطيها، وبغض النظر عن الظروف الاجتماعية فيها التي ساهمت في قدح شرارة الثورة، فإن لمحافظة ذي قار رمزية تاريخية ولموقعها الاستراتيجي أهمية كبرى ساهم في تشكيل التكوين الثوري الأول لثورة تشرين. وعلى مدار أكثر من عام لم تخل ساحة الحبوب من الاعتصامات التي لم تتوقف عند حد المطالبة بالإصلاح، وإنما تجاوزته إلى المطالبة بالإطاحة بالمنظومة الحاكمة ورموزها، ونادت بإنهاء الهيمنة الإيرانية، الأمر الذي يدل على إدراك أهالي ذي قار خارطة التغيير الصحيحة. وهذا ما يفسر سبب تركيز القوات الأمنية والميليشيات على متظاهريها وارتكاب عدة مجازر ضدهم، كانت مجزرة جسر الزيتون أكثرها وحشية. وفي أوج تظاهرات ثورة تشرين شكلت ساحة الحبوب رافدا ثوريا مهما لساحة التحرير في بغداد، وأسهمت في تشتيت القوى الأمنية بين بغداد وذي قار. وعندما تمكنت القوى المفرطة من فض اعتصامات ساحة التحرير أصبحت ساحة الحبوب المركز الأول لثورة تشرين، لذلك تواجه الآن حملة حكومية شعواء للانقضاض على ثوارها. حقد الميليشيات والقوات الأمنية على متظاهري ذي قار راجع أيضا إلى قيام الثوار في المحافظة بحرق مقار الميليشيات ومحاصرة مقار الأحزاب السياسية. حاولت الحكومة بشتى الطرق استمالة ثوار ذي قار عن طريق الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى، لكن هذه الطرق لم تفلح في إخماد الثورة، بل على العكس تماما، كلما واجهت ذي قار قمعا أمنيا خرجت التظاهرات في المحافظات الأخرى نصرة لها، لتصبح هذه المحافظة الصامدة رمزا عراقيا عظيما في معركة الشعب مع المنظومة الفاسدة.